نتابع فيه من خلال تفاصيل أكتر عن حادث اللوفر واتهام المصري عبد الله رضا رفاعي ولقائنا مع أسرته بعد التقرير. لا مساومة، لا تفاوض، لا مداهنة، ثبات لا تراجع، حرب لا هوادة فيها. كانت هذه آخر تدوينات عبد الله رضا رفاعي الحمحمي المتهم في تنفيذ عملية هجوم على متحف اللوفر الفرنسي على موقع تويتر قبل تنفيذ العملية بساعات. الهجوم تم في موقع سياحي شهير في العاصمة الفرنسية، فيما يبدو أنها محاولة اعتداء إرهابي. علينا توخي الحذر وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة. المتهم مواليد 19 من يونيو من عام 1988 بمحافظة الدقهلية، نجل لواء بالمعاش في قطاع الأمن المركزي، ليس له أي صحيفة لأحوال جنائية أو ملفات سياسية أو دينية، وهذا ما توافق مع الذي قاله المدعى العام الفرنسي الذي أكد أنه ليس له سجلات بعمليات سابقة، مضيفا بأنه قدم إلى باريس عبر دولة الإمارات حيث كان قد حصل على تأشيرة الدخول من دبي لمدة 6 أشهر، وقام باستئجار شقة واشترى خنجرين بعد وصوله إلى باريس، كما أنه سافر إلى عدة بلدان عربية بأكثر من هوية، وتم التعرف على هويته من خلال هاتف المحمول. ولد المتهم عبد الله لواء الشرطة السابق رضا رفاعي الحمحمي، فنفى علاقة نجله عبد الله بهجوم متحف اللوفر والمتهم بالإرهاب في فرنسا، قائلا إن ابنه ليس إرهابيا وليس له أي انتماء سياسي، وسافر إلى دبي للعمل في شركة محاماة مزعمين وتعاقدات تجارية، ثم سافر إلى فرنسا من الإمارات في مأمورية عمل منذ 26 من ديسمبر الماضي، وكان مقررا عودته إلى الإمارات السبت، وذهب الجمعة قبل أن يستعد للسفر لالتقاط الصور مع برج إيفل ومتحف اللوفر، وأرسل لنا الصور قبل الحادث بدقائق، وإن ابنه لم يكن معه أي أسلحة، بدليل أنه مر من البوابات الإلكترونية وتعدت عليه الشرطة الفرنسية بإطلاق النار عليه، ولا نعرف ماذا حدث هناك حتى وصل الأمر إلى ذلك. رضا رفاعي عبد الله الحمحمي لواء شرطة سابق ووالد عبد الله رضا الحمحمي، وهو ترتيبه في الأسرة الرابعة، محمد وأحمد وكريم وعبد الله. طبعا الساعة 6 امبارح وأنا قاعد بتصفح الفيسبوك فوجئت بإيه؟ اليوم السابع خبر بيقول إن اللي ارتكب واقعة متحف اللوفر بباريس عبد الله رضا رفاعي، اللي هو يعني أنا 4 أسامي ومطبقين عليا. طبعاً يعني كان موقف صعب، ومامته بلغتها بالنهار الأخرى، وبدأنا بقى عايزين نوصل للحقيقة. كلمنا اخوه، كان لسه جاي من سينا، قال طيب انا جاي، ولقينا بتوع امن الدوله جايين، قعدوا خدوا البيانات اللي هم عايزينها، وقالوا طيب كريم بقى ما يجيلناش هنا، يروح لنا هناك على المبنى بتاع امن الدوله. راح مبنى امن الدوله وكلمنا اخوه اللي في مصر اللي في الامارات، أنكر هذه الواقعة وقال لك ده أنا حاسس فيه التباس كده، مش مقتنع بالفيلم ده. ما حللنا الموقع بقى وبدأنا نعرف يعني إزاي واحد معه مطوة تضربه دفعة قالب بندقية حديثة، متسلح بقى الشرطة الفرنسية والجيش الفرنسي، ملقناش تفسير، وقلنا احتمال يكون في خطأ في الشخص، ضربوا واحد وخدوا جواز واحد تاني، واللخبطة بتحصل في كل حاجة. والمرة اللي فاتت برضو بتاعت الاستاد جابوا واحد وقالوا مصري ومش مصري، وطلع مجرد انه كان زي طيب مؤمن بتاع ربنا، زوج ومخلف واب وعايش وبيكسب وبيصرف على اسرته، وراح حج وعمل عمرة. طبعا نعرف الحقيقة، لأن اللي قاله ده ما يدخلش المرحلة، يعني حتى احنا شغلنا والمحاماة بنقول لك القاضي الجنائي ده قاضي قناعة، يا تقنعه بالواقعة يا إما مش هيحكم. ايه سكينة عور عسكري راح العسكري التاني ضربه ودفع في بطنه، سكينة قد كده هيعمل فيه جرح ايه 5 سم 10 سم، تضربه دفعة تاني